سؤال بيسأل لي كتير، امتى اروح لدكتور نفساني لو انا عندي مشكلة تعباني ومأثرة عليا نفسيا؟ الاجابة للسؤال ده بتبتدي منك انت. هل انت في حالة ذهنية وصحية تساعدك على ان انت تاخد الخطوات وتحلل اللي بيتقلك وتفلتر المعلومة اللي بتجيلك، وبالتالي تقدر تطلع نفسك من الموضوع ده؟ لو عندنا بقى حاجة كتير قوي. واحد، ممكن ان انت تقعد تسمع فيديوهات على الانترنت اللي هي السلف جروث او السلف هيلب. التانية، ممكن لو الموضوع فضفضة ومحتاجة الدعم بتاع الاهل والاقارب والصحاب، ده اتكلم معاهم. طيب لو الموضوع اكبر من كده شوية واللي حواليا مش هيعرفوا يساعدوني في الموضوع ده، ده الجأ لحد من اللي هو انا بعتبره منتور ليا او بعتبره مثل اعلى ليا، اروح له واتكلم معاه واشوف من خبرته واشوف وجهة نظره ومن معرفته بيا ايه الحاجات اللي ممكن اعملها. طيب لو انا بقى مش في حالة تسمح لي بان انا اعمل كده، والمشكلة ابتدت تأثر عليا في علاقاتي مع الناس، وتأثر عليا في انتاجيتي، وتأثر عليا في الشغل بتاعي، ساعتها ممكن اروح للايف كوتش. لايف كوتش ده شغلته ان يسمع مني ويتابع معايا ويديني زي تدريبات ان انا اعملها بحيث ان انا احسن من حياتي. بس كل ده يشترط على ان انت عندك القدرة على ان انت تاخد الخطوات وان انت تلتزم بيها، وان عندك الرغبة الشديدة ان انت تتحسن. موضوع طلع اكبر من كده شويه، ومش هو ده الموضوع اكبر مني، لان هو بسبب مشاكل نفسيه متراكمه او تروماز متراكمه عندي من سن صغير، او تروماز كبيره محدش طبيعي ان هو يقدر يستحملها. ساعتها اقولك روح لسايكولوجيست. سايكولوجيست متخصص في المشكله اللي عندك. في سايكولوجيست تخصصات كتيره قوي، من اول الادمان للافراط في التفكير اللي هي البيهيفيرال ثيرابيز، للريليشن شيب سايكولوجيست، ناس كتير قوي متخصصه ودارسه الموضوع ده، وتقدر تعالجك بتكنيكس كتيره قوي، منها التدريبات، منها البيهيفير ثيرابي اناليسز او البيهيفير ثيرابي تريتمنتس، او ان يقدر يعمل معاك هيبنوثيرابي، او حاجات ليها تولز كتير او يعرفها السايكولوجيست بحيث ان هم يحسنوا من الحاله اللي انت فيها. طب الموضوع ده لو هو بقى طلع بخصوص مشكله عضويه، ساعتها هيعرفها السايكولوجيست اللي هي مثلا الكيمياء بتاعت المخ مش مظبوطة، افرازات الهرمونز عالية، الكهرباء بتاعت المخ مش مظبوطة، النيورو ترانسميترز مش شغالة بكفاءة عالية، او في مشكلة في البيولوجي بتاعت الجسم، وصول الدم، الحاجات دي كلها، ساعتها لازم يحطك مع سايكايترست. سايكايترست ده دكتور اخصائي علم نفس متخرج من الطب، عنده دراية بكيمياء المخ، عنده دراية بالفسيولوجية المخ، عنده دراية المفروض الجسم يشتغل ازاي مع بعض علشان يوصل لأحسن حالة ذهنية، ويقدر يوصف تدخلات جراحية ساعات، تدخلات ميديكال بأدوية معينة عشان نحسن الحالة دي. كل اللي لا اقدر اقوله لكم، من اول ما احس بمشكله ما اقولش على طول ان انا لازم اروح لسايكايترس، لان ساعات الاعتماد على النفس بيكون مهم قوي لحل المشكله، ولكن زي ما انا قلت تعتمد على المشكله، والعلاج النفسي عن طريق كوتشنج او سايكولوجيست مع الادويه بيجيب نتائج هايله جدا 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 في حالات كتير قوي. لازم تبقوا عارفين ان احنا طول ما احنا عايشين في الدنيا دي بيبقى فيه مشاكل عندنا، تروماز عندنا، حاجات بتأثر فينا نفسيا، بنفضل قاعدين شايلينها طول عمرنا من غير ما نلجأ ان احنا نحلها او ان احنا نتخلص منها، وده بيؤدي لمشاكل متراكمة كبيرة جدا، ساعات بيبقى صعب قوي ان انا احلها. فخدوا بالكم من نفسكم، واتمنى لكم دايما صحة نفسية وذهنية وصحة بدنية عالية، تديكوا السعادة وتديكوا الطمأنينة اللي انتوا تتمنوها في حياتكم. اتمنى لكم كل خير. ريهام الهواوي.